طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف ناخد الصورة دي. النهاردة في الدرس هنحاولوا نعمل الصورة دي جرافيك أو نحولوها أبيض وأسود. نمشي خطوة خطوة كده. الأول أهو كده عشان أحول إيه أبيض وأسود، أحددها كده. أدوس أوكي كده. أنا حولتها أبيض وأسود. ممكن تستخدمها في طباعة على تشيرت أو كبوستر أو كلزقة على عربية على أي حاجة. كده أنا حولتها لرسم أبيض وأسود. عايز أحولها لفيكتور، طبعا التريس. بختار لاين ارت. هنا اقعد اظبط بس انا فيها ايه لغايه ما تظهر لي. طبعا عشان الصوره مبكسله شويه. وبدوس اوكي كده. الصورة اللي ايه هتلاحظوا ان هنا ايه، طبعا انا هقعد اظبط بس عشان الصورة دي صغيرة. ممكن تعملها في صورتك الشخصية بس اهم حاجة تكون خلفية ايه، خلفية بيضة، او تحاول تقصها مثلا بفوتوشوب بأي حاجة. وفي درس إن شاء الله هنزله إزاي تقصها بإيه، بالكوريل. ما تنسوش تدعمونا باشتراكات في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.